بفيديو اليوم بدنا نتعرف على اليوتيوبر مهند للسيوف، فإذا كنتم مهتمين خليكم معي لنهاية المقطع. مرحبا حبايبي، كيفكم؟ من خلف المايك معاكم إسلام. قبل ما نبلش المقطع حابة أذكركم بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، وما تنسوا تضغطوا على زر اللايك. وهلأ يلا نبلش. الاسم بالكامل مهند حمد نايف للسيوف، هو يوتيوبر وصانع محتوى من أشهر اليوتيوبرز الشباب العرب. انولد مهند عام 1996، يعني بيبلغ من العمر حالياً 25 سنة، وبيحمل مهند الجنسية الأردنية ومقيم حالياً في الأردن. أما عن دراسته، فمهند درس بكالوريوس إدارة أعمال تخصص تسويق. أما حالته الاجتماعية فهو أعزب غير متزوج والديانة الإسلام. مهند ما عنده أي إخوة شباب، وعنده 3 خوات بنات أسماءهم هي جولي وجنا وجنين، وسافر لعدة دول ومن أشهرهم عاصمة اليوتيوبرز مدينة دبي، والتقى بعدد من اليوتيوبرز زي غيث مروان وأنس مروة وأسامة مروة وأصالة المالح وأبو فلة ونور ستارز وعائلة مشيع. ومهند إنسان مقعد ما بيقدر يمشي على رجليه، وكتير متابعين بيسألوا ليش مهند بيمشي بالكرسي المتحرك، والسبب إنه في عام 2014 تعرض مهند لرصاصة طايشة دخل بسببها عدة عمليات جراحية، وكانت نتيجتها النهائية إنه مهند مش هيقدر يمشي على رجليه من جديد، وصار من ذوي الاحتياجات الخاصة. عن اليوتيوب، بيمتلك مهند قناة من أقوى القنوات العربية في هاي الفترة، وخاصة أنه محتواها متنوع ما بين الفلوجات وقصص الرعب وردات الفعل. بلشت قناته بتاريخ 21/10/2017، وقدر مهند بمحتواها المميز أنه يحصد عدد كبير من المشتركين يلي بلغ أكثر من 3,700,000 مشترك. وبيمتلك مهند قناة تانية على اليوتيوب اسمها النودة، ومحتواها ميال بشكل كبير لمحتوى الجيمينج، اشترك فيها أكثر من 280,000 مشترك. حسابات السوشيال ميديا، بيمتلك مهند عدة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي بيشارك عليهم صوره الشخصية وفلوجاته اليومية، ومن أشهرهم حسابه على الإنستجرام يلي بتابعه أكثر من 467,000 متابع، وعنده كمان حساب على تيك توك بتابعه عليه أكثر من 260,000 متابع، وحصدت مقاطعه أكثر من 1,300,000 إعجاب. وبيمتلك مهند حساب على سناب شات، هاي صورته إذا حابين تتابعوه وتعرفوا آخر أخباره. وفي نهاية المقطع بتمنى يكون عجبكم، وما تنسوا تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، وما تنسوا تتابعوا حسابي على الانستغرام، حطيت لكم الرابط في صندوق الوصف وبأول تعليق. ومع السلامة، بشوفكم بالفيديو الجاي.